يعني طبعا واخدين بالكم مستر موسيماني يبعد عن مانويل جوزيه اسطوره التدريب مع النادي الاهلي بطوله واحده. صحيح مانويل جوزيه حقق 4 بطولات كلهم مع النادي الاهلي، لكن انا شايف ان موسيماني بالسكواد اللي معاه ده وبالرؤيه بتاعه النادي الاهلي اللي بنى فريق حقيقة كلهم يعني متوسط الاعمار، بنتكلم عن متوسط اعمار صغير جدا، وبالتالي قادر الحقيقه انه ينافس دايما على البطولات الافريقيه. والسنه دي لو حقق مستر موسيماني مع الاهلي هيكون اول مدير فني حقق 3 بطولات متتاليه، ولانه النادي الاهلي هيكون اول فريق برضه على مستوى القاره الافريقيه يحقق 3 بطولات متتاليه، وباذن الله السيزون ده هيكون بتاعنا افريقيا ومحليا، ونروح ان شاء الله لكاس العالم وقدامنا هدف جديد. خليني اخد حضراتكم لفقره الجي بي اس، ومناسبه الجي بي اس احنا هنركز شويه اكتر مع لعبتنا الفتره دي، لانه طبعا احنا داخلين على مواجهه السنغال ذهابا وايابا، مباراه طبعا صعبه جدا ومباراه مهمه جدا، وبالتاكيد محترفينا هيكون ليهم مشاركه او ليهم دور كبير جدا، فهنتابعهم مع حضراتكم بشكل اكتر. واقول لكم طبعا اللي ما تابعش او اللي ما يعرفش اختيارات كارلوس كيروش من محترفينا المصريين في الخارج عشان يكونوا موجودين في القائمه المبدئيه لمواجهه السنغال. البدايه مع صلاح، الحقيقه يمكن فريقه تعثر في تشامبيونز ليج تعثر غير متوقع، مفاجاه واحده من المفاجات. شارك طبعا صلاح لمده 90 دقيقه كامله في مباراه فريقه امام الانتر الايطالي في مباراه العوده في دوري ابطال، وكان الليفر حسم مواجهه الذهاب في ايطاليا على السان سيرو بنتيجه 2-0. الكل توقع ان المباراه دي تكون نزهه لليفربول، لكن لاوتارو مارتينيز كان ليه راي ثاني واحرز هدف وحيد قدر بيه فريقه ان هو يكسب ليفربول في الانفيلد على ارضه وسط جمهوره بنتيجه 1-0. تقييم صلاح خلال المباراه كان 6.6 درجه، كان ليه 3 محاولات على المرمى، كان ليه فرصتين. طبعا العارضه وقفت امبارح باد لك لصلاح، يعني كان ممكن يسجل هدفين بمنتهى السهوله، لكن العارضه وقفت قدام التصويبتين اللي عملهم محمد صلاح. 4 مراوغات ناجحه من اصل 5 محاولات، نجح في تمرير 30 تمريره صحيحه من اصل 37، نسبه دقه وصلت ل 81%، ونجح في 6 التحامات ارضيه من اصل 9 التحامات، وخسر الكره 18 مره. وليفربول طبعا رغم خسارته بنتيجه 1-0 الا انه تاهل لدور الثمانيه في دوري الابطال. صلاح طالع. نروح لتركيا، تركيا بقى فيها عدد كبير جدا، اغلب المحترفين المصريين دلوقتي بيلعبوا في تركيا، والبدايه مع تريزيجيه اللي بيتالق يوم بعد يوم واسبوع بعد اسبوع، مباراه مع اسطنبول بشاك شهير، شارك كاساسي والمده 80 دقيقه في مباراه فريقه الاخير امام بشكتاش. الماتش ده انتهى بالتعادل 2-2 لكل فريق، وتقييمه في المباراه كان 7 درجات. وتريزيجيه احرز خلال مشاركته في المباراه دي هدف من الهدفين اللي احرزته او اللي احرزه فريق بشاك شهير. كان ليه 14 تمريره سليمه من اصل 21 بنسبه دقه 67%، انقذ فريقه من فرصه مؤكده، وخسر الكره 13 مره وما قدرش ينجح في المراوغات. بشكل عام لمس الكره في المباراه خلال مشاركته 39 مره، وخلال 4 مباريات مع لعبهم مع اسطنبول بشاك شهير احرز 4 اهداف وصنع هدف، ودي نسبه كويسه جدا، وهو راجع طبعا من غياب واصابه عنيفه. يعني اعتقد انه جزء كبير من مستوى استعاده الحقيقه في مشاركته مع بشاك شهير. فرقته حاليا بتحتل المركز الثالث برصيد 47 نقطه، والقيمه التسويقيه لتريزيجيه حاليا حوالي 10 مليون يورو. مصطفى محمد علامة الاستفهام. الحقيقة مصطفى محمد واحد من المواهب اللي توقعنا انها يعني تحقق كتير بره، وخصوصا انه بيلعب مع فريق جلاتا سراي، لكنه مش بيمر باحسن اوقاته مع فريقه التركي. شارك لمدة 17 دقيقة بس في مباراة فريقه الاخيرة امام كونيا سبور، الماتش ده انتهى بخسارة جلاتا سراي بنتيجة 2-0. معدل تقييمه في المباراة كان 6.5 درجة، مرر تمريرة وحيدة سليمة من أصل 4 تمريرات، ولمس الكرة 4 مرات فقط، نجح في التحام هوائي 1 من أصل 2. وفرقته بتحتل حاليا المركز 12 برصيد 35 نقطة، والمباراة المقبلة لجلاتا سراي هتكون أمام برشلونة في اليوروبا ليج أو الدوري الأوروبي. نتمنى له طبعا التوفيق، وخصوصا أنه مستر كيروش مقتنع بيه، نتمنى أنه يكون حالة ويكون جاهز فنيا للمشاركة مع السنغال، لأنه كان من اختيارات كيروش في الفترة الأخيرة. هل أرقامه دي ومشاركته مع جلاتا سراي تخلي كيروش يغير من رأيه؟ إجابة لا يملكها سوى البرتغالي. نروح لأحمد حسن كوكا اللي بالمناسبة وقع عليه اختيار مستر كارلوس كيروش للانضمام للتشكيلة المبدئية أو للقائمة المبدئية لمنتخب مصر، بيلعب لكونيا سبور وشارك لمدة 73 دقيقة، بدأ كأساسي مع مباراة فريقه الأخيرة، شارك لمدة 73 دقيقة، والمباراة دي كانت بتجمعه بجلاتا سراي في الدوري. الماتش ده انتهى بفوز
فريق احمد حسن كوكا كونيا سبور بنتيجه 2-0، واحمد احرز هدف خلال اللقاء. معدل تقييمه في المباراه 7.2 درجه، حاول على المرمى مرتين. خلال المباراه كان ليه 18 تمريره صحيحه من قصد 19 بنسبه دقه 95%، نجح في المراوغه مره واحده من قصد 3 محاولات، وخسر الكره 4 مرات. بشكل عام احرز 5 اهداف مع فرقته وصنع 4 في 10 مشاركات. وكونيا سبور حاليا بيحتل المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 52 نقطة وبفارق 15 نقطة عن ترابزون سبورت متصدر الجدول. بالأرقام أحمد حسن كوكا هو أفضل مهاجم مصري في الوقت الحالي بيشارك في المحترفين في الخارج مع فرقته. نروح لأحمد ياسر ريان اللي بدايته كانت يعني متوهجة وكان متألق بشكل كبير جدا، لكن مستواه تراجع لحد كبير. بيلعب مع التاي التركي، شارك لمده 16 دقيقه فقط في مباراه فريقه الاخيره امام فتح قاره جمرك، والماتش ده انتهى بالتعادل السلبي. معدل تقييمه في المباراه دي كان 6.6 درجه. كان ليه محاوله وحيده على المرمى، لمس الكره 7 مرات، والتاي بيحتل المركز ال 18 في جدول الترتيب برصيد 26 نقطه. واحمد ياسر ريان كمان من الاسماء اللي وقع عليها اختيار كارلوس كيروش للقائمه المبدئيه مع منتخب مصر استعدادا لمواجهه السنغال. هنفضل في تركيا، والمرة دي مع كريم حافظ اللي برضو اختاروا كارلوس كيروش في القائمة المبدئية. بيلعب لمالاتاي سبور، شارك كأساسي والمدة 90 دقيقة في مباراة فريقه الأخيرة أمام أدلى بالدوري التركي. الماتش ده انتهى بفوز فريقه بنتيجة 1-0. التقييم اللي حصل عليه كريم في المباراة دي كان 7.1 درجة. كان ليه 38 تمريرة منهم 28 تمريرة صحيحة بنسبة دقة 74%، أرسل تمريرة مفتاحية وحيدة، وكان ليه كورتين عرضيتين منهم عرضية سليمة، ولعب الكرة 12 مرة كور طولية منهم 6 كرات صحيحة أو سليمة، نجح في 3 التحامات أرضية من أصل 6 وأنقذ فريقه من 6 فرص، لمس الكرة 61 مرة ونجح في 4 التحامات أرضية من أصل 7. ومالاتاي سبور فريقه بيحتل حاليا المركز ال20 والأخير في جدول الترتيب في الدوري التركي برصيد 20 نقطة. لألمانيا هنتابع عمر مرموش النجم اللي ابتدى يرجع مرة تانية للملاعب بعد غياب. والحقيقة يمكن مباراته الأخيرة أحرز فيها هدف ولكن تم إلغائه بداعي التسلل. عمر مرموش شارك في المباراة الأخيرة لشتوتغارت أمام بروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الألماني لمدة 89 دقيقة، وشتوتغارت قدر يفوز بالمباراة دي بنتيجة 3-2، وأحرز فيها زي ما قلت لحضراتكم عمر مرموش هدف تم إلغائه بداعي التسلل. معدل تقييمه في المباراة دي كان 6.4 درجة. حاول على المرمى 4 محاولات، نجح في المراوغة مرتين من أصل 7، ونجح في تمرير 14 تمريرة سليمة من أصل 17 بنسبة دقة 82%. فاز بثلاث التحامات أرضية من أصل 11 التحام، وخسر الكرة 13 مرة. وشتوتغارت حاليا بيحتل المركز 17 في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة. مرموش نقدر نقول برضو في الطالع. من ألمانيا هنروح للسعودية. مصطفى فتحي التعاون السعودي، ومصطفى الحقيقة بدايته كانت موفقة جدا مع التعاون السعودي، ومن الأسماء اللي اختارها أيضا كارلوس كيروش للانضمام للقائمة المبدئية لمنتخب مصر. شارك لمدة 98 دقيقة في تعادل فريقه أمام الفتح في الدوري، المباراة انتهت بنتيجة 1-1، وأحرز خلال اللقاء هدف فريقه. معدل تقييمه 7.2 درجة، مرر 14 تمريرة سليمة من قصد 19 بنسبة دقة 74%، ونجح في المراوغة مرتين من قصد 3، نجح في 6 التحامات أرضية من قصد 12 التحام، خسر الكرة 16 مرة، وفرقته حاليا بتحتل المركز 12 في جدول الترتيب في الدوري السعودي برصيد 14 نقطة. يتبقى طبعا في السعودية أحمد حجازي المحترف في اتحاد جدة، وأحمد حجازي طبعا بعيد عن المشاركة بداعي الإصابة، وهيكون المحترف الوحيد اللي هيغيب عن قائمة مباراة السنغال. نتمنى كل التوفيق لمحترفينا، في منهم كتير في الطالع وفي منهم كتير ممكن يكونوا إضافة، لكن في النهاية القرار هيكون لمستر كارلوس كيروش واختياراته طبعا حتى من اللاعبين المحليين. خلينا نروح لفاصل، نرجع نتكلم على الأهلي وسان داونز مواجهة السبت المنتظرة، وبالتأكيد كلامنا على تشامبيونز ليج ومواجهة نارية النهاردة اللي هتجمع بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان هيكون مع حضراتكم في السادسة بعد الفاصل مباشرة.